وللحديث عن أزمة وصول المساعدات الإنسانية ودلالات التصريحات الأمريكية بعدم تطبيع مع نظام الأسد، ينضم إلينا من اسطنبول أحمد رمضان، رئيس حركة العمل الوطني من أجل سوريا وعضو الائتلاف الوطني السوري. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. بداية، كيف تتوقعون نتيجة قرار مجلس الأمن حول إدخال المساعدات إلى سوريا عبر معبر باب الهوى، وهل هناك من تحركات قمتم بها كائتلاف معارض؟ يعني حتى الآن الحقيقة هناك عملية تجاذب دولية حول هذا الموضوع، تحديدا تقوم بها روسيا التي تحاول استخدام الملف الإنساني لأغراض سياسية ولممارسة أيضا ضغوط من أجل تحقيق مكاسب سياسية لها وللنظام، وأيضا استخدام ورقة النازحين في الداخل. نعلم جيدا أن هناك ما بين 6 إلى 7 ملايين نازح داخل سوريا، قرابة 5 ملايين منهم موجودون الآن سوريا في المناطق المحررة من سلطة النظام ومن سلطة الميليشيا الإرهابية الإيرانية، وهؤلاء يحتاجون بلا أدنى شك لمزيد من المساعدات، لأن هناك ما يقرب من 1200 مخيم في تلك المنطقة، معظمهم لعوائل وأسر سورية هجروا من الجنوب، هجروا من مناطق الغرب، هجروا أيضا من مناطق شرق سوريا التي تحتلها ميليشيات قسد كذلك. وبالتالي هناك حاجة لتجديد القرار الدولي 25-33 المسؤول عن الخاص بقضية عبور المساعدات عبر الحدود لغايات إنسانية، وروسيا تحاول أن ترفض تجديد هذا القرار إلا إذا تم إدخال مساعدات أيضا عبر معابر تابعة للنظام ويسيطر عليها الميليشيات الإرهابية الإيرانية من أجل السيطرة على هذه الميليشيات. وتجربتنا وتجربة المجتمع الدولي أيضا تشير إلى أن 80% من المساعدات التي دخلت عبر النظام تمت السيطرة عليها من قبل النظام والميليشيا الإرهابية الإيرانية. المجتمع الدولي حذر من خطورة منع إدخال المساعدات وعدم تجديد قرار إدخالها. السؤال هنا، ما الذي يمنع المجتمع الدولي من تخطي روسيا مع وجود نية أمريكية لدعم قرار التجديد؟ هناك قرار دولي كما نعلم، يعني الروس في كل مرة يتعلق الأمر بسوريا يستخدمون الفيتو لمنع صدور قرار، والآلية الآن البديلة هي آلية استخدامها عبر الدول، يعني الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمكن أن تقدم مساعدات عبر المنافذ الحدودية التي لا يسيطر عليها النظام، وهو فعليا لا يسيطر إلا على نذر يسير جدا من المعابر. لكن يبقى هذا الموضوع محل جدل، لأن هذا الأمر سيتخطى في هذه الحالة الأمم المتحدة. طيب، والترتيبات الخاصة بذلك. ماذا عن الدور الروسي الساعي لعدم التجديد للمساعدات وإعادة تدوير نظام الأسد؟ كيف يمكن الضغط على موسكو في هذا الإطار؟ هل يمكن التعويل على الدور الأمريكي مثلا؟ يعني روسيا بشكل عام الحقيقة فعلها في سوريا هو فعل إجرامي من كل النواحي، سواء تعلق الأمر بالقصف على مدى سنوات وتشريد وتهجير ملايين السوريين حتى وفق تقارير المتحدة، أو استخدام الأسلحة المحرمة دوليا مثل السلاح الكيماوي والتغطية على الجرائم كذلك. لذا الأمر ليس مستبعدا الآن أن تستخدم روسيا الورقة الإنسانية أيضا في سبيل الضغط على السوريين والاصطفاف إلى جانب النظام المستبد والديكتاتور كذلك. وبالتالي هناك حاجة لضغط من مختلف الأطراف. أعتقد الآن الولايات المتحدة تحاول أن تلعب هذا الدور بالتوافق مع الجانب الأوروبي أيضا، وهناك الآن تقريبا نوع من التوافقات التي جرت إقليميا ودوليا من أجل تجديد هذا القرار. روسيا تحاول استخدام عملية التجديد لتحصيل بعض المكاسب إذا لم تستطع يعني فعليا منع صدور هذا القرار. نعم، رئيس حركة العمل الوطني من أجل سوريا وعضو الائتلاف الوطني السوري السيد أحمد رمضان، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.